مع سامح مفتاح. ورجعنا لكم في ناس الديوان ومتواصلين تبعا من توا حتى الماضي ساعتين. سامح مفتاح من قدام الميكرو. نمشي سان ترانزيسيون للتليفون. تليفون التليفون اليوم باش نحكيو على النائب بمجلس النواب سامي عبد العال اللي البارح فما برشا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي على السيد النائب وعلى خلفية حذف اسمه من موقع مجلس النواب. معنا مشكور في المباشر للتوضيح السيد النائب سامي عبد العال. سي سامي مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا سي سامي، انت معنا في المباشر. سيدي مرحبا بك أختي ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي البرنامج. مرحبا بك سي سامي عبد العال. نحكي على بن عبد العال. مرحبا بك سيدي. نحكي على حذف اسمك من موقع مجلس النواب. شنو هي الخلفية وش معناها يتم حذف اسمك سي سامي بن عبد العال؟ معناها هو إجراء كيفاش نجمو نكيفوه أو نوصفوه اليوم؟ شكرا سيدتي الكريمة. حبيت أن نذكر أني فوجئت معناها كما الناس كل بالقرار هذا بخبر حذف اسمي من قائمة أعضاء مكتب المجلس ومن قائمة النواب. هذا بالإضافة إلى حرماني من مستحقاتي المالية في الشهري جوان وجويلية. وبالتالي قمنا ككتلة برلمانية لأن ننتمي للكتلة الوطنية المستقلة بتوجيه مراسلة رسمية للسيد رئيس مجلس نواب الشعب باش نعرفوا أسباب هذا القرار هذا والإجراء الغريب الحقيقة. ونحن مازلنا في انتظار معناها رد الكتابي اللي باش يكون إن شاء الله، معناها إن شاء الله ما يطولش. احنا نقول وكاو مع العلم أن سيسيمي بن عبد العال منتخب منتخب من طرف ناخبية بدائرة إيطاليا وفقا لدستور 25 جويلية 2022. وبالتالي حتى طرف ما يخولوا معناها القانون أو الدستور باش إقصائي ولا حبس عضويتي وينجم يكون هذا إلا في الحالات الواردة في القانون واللي هي الوفاة وأنا حي أرزق والاستقالة وأنا لم أستقل. الحكم النهائي النافذ بالسجن وأنا ما عنديش معناها أو سحب الوكالة بالدستور الجديد سي سامي بن عبد العال. سحب الوكالة بالضبط. هذا عموما الحالات أختي اللي معناها قانونيا يمكن معناها حذف. واضح. نرجع احنا لاصل المشكل او اول المشكل وانت صلح لي سي سامي بن عبد العال. فضل. احنا اللي اول ما تم ذكر اسم سي سامي عبد العال بن عبد العال هذا كان نهار 14 جوان 2023 وقت اللي تم منعك من السفر عبر مطار تونس قرطاج. بالنسبة لمجلس النواب وقتها كان أعطى تصريح مجلس النواب في شخص سيد أحمد سي محمد أحمد اللي هو رئيس لجنة النظام الداخلي، قال بأنه كان فما طلب من وزارة العدل يأتي على خلفية وجود شبهات ضدك في الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية وفق قضية رفعتها في حقك قنصلية تونس في باليرمو، وتم إعلامك من مكتب رئيس مجلس النواب بأنه راهو فما مطلب في رفع الحصانة على سيادتك سي سامي بن عبد العال. هذا شنو صار فيه مطلب رفع الحصانة؟ وكذلك وقتها كنا سمعنا بأنه كنت باش تتقدم إلى لجنة النظام الداخلي ليتم سماعك بشأن ما نسب إليك سيد النائب. أختي أنا أحب هذا الكلام اللي قلته أنت، أنا نحب نوضح حاجة ونذكر. فضل. أنا عندي مشكلة شغلية مع الإدارة بالتحديد مع بعثة من بعثاتنا القنصلية في الخارج وبالتحديد في مدينة باليرمو. أيوة. أنا اشتغلت. عندك مشكلة مع قنصلية باليرمو؟ عندي مشكلة مع القنصلية وخدمت فيها 21 سنة وفي 2012 وقع إيقافي عن العمل بطريقة تعسفية بقرار من وزير حركة النهضة أنا ذاك رفيق بن عبد السلام. أنا لأني كنت ننتمي إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، كنت عضو اللجنة المركزية وحاولت في الأثناء عن طريق المحامي بتاعي الإيطالي لإيجاد حل صلحي مع البعثة أكثر من مرة، لكن ما لقيتش منهم حتى جواب. واضطريت للجوء للقضاء الإيطالي باش ناخذ حقي. مع العلم نحب نوضح للرأي العام، أنا عندي عقد عمل بيني وبين القنصلية يخضع للقانون الإيطالي
وفي فصل من الفصول ما نذكرش بالضبط نجم يكون عدد 13 يقول لك في حالة خلاف بين الموظف والبعثة معناها التريبينال دو كومبيتونس المحكمة اللي ترجع لها بالنظر هو محكمة باليرمو وأنا التجأت باش ناخذ حقي باش ندافع على حقي المشروع لدى المحكمة الإيطالية. المحكمة الإيطالية هذه أنصفتني وحكمت لي بتعويض هذا بالإضافة إلى الحكم برجوعي إلى مكان عملي. حكمت لك بتعويض ورجوعك للقنصلية. صحيح أن التعويض والقنصلية لم تمتثل إلى ذلك وخذيت حقي في التعويض كما معناها قانونيا باحترام القانون المعمول به هو القانون الإيطالي. هذا هو أختي اللي صار. أنا وتقدم في 2017 قدم قضية بي سيد وزير شؤون خارجية أنا ذاك خميس الجنان بعد التحريات وبعد قدم بك يعني قرار إيقافك كان من وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام باهي. عملت قضية بعد وربحتها وتم تعويضك والقضية كانت أمام المحاكم الإيطالية وأنصفتك المحاكم الإيطالية ثم لم تمتثل القنصلية للقرار بإرجاعك للعمل وتم رفع قضية في حقك من طرف خميس الجناوي اللي كان هو وقتها وزير شؤون خارجية. نعم بعد التحري وبعد الإجراءات والكل في 2019 15 جويلية 2019 تم حفظ القضية كما حفظ القضية نجمتكم أختي نجمتكم بكل الوثائق كل كلمة نقولها رأي موثقة وعندي المستندات اللي أتأكد كلامي في القضية تم رفعها أمام المحكمة الإيطالية ولا قضية في تونس ترفعت؟ شوف هذه في 2017 في المحكمة التونسية تونسي. في 2019 بإعادة من القنصل أنذاك وبإعادة من خميس الجناوي وقتها عملوا لي استغلوا بعض الأطراف السياسية في المعارضة لأني أنا كنت نخدم وقتها أنا ذات في الحكومة الثقلية وتوليت معنا أعلى المناصب الإدارية من مدير التعاون الدولي للمنسق عام للجسات للرئيس بنك التعاون الدولي وهذا يعرفه القاسي وداني. شنو يعملوا لي أختي؟ يعملوا لي قضية في 2019 في إيطاليا بنفس التهم اللي وجهوها لي في تونس وتم حفظها في 15 جويلية إذا صدقني ربي في 15 جويلية في 2022 واضح. القضية لمطالبتك بإرجاع التعويض اللي خذيته لا التهم هذه أختي نفس التهم الاستيلاء على المال العام وتقديم وثيقة غير قانونية والتحيل وانتحال صفة في 2016 كانتحال صفة قنصل في 2016 معناها بعد 4 سنوات أختي من اللي خرجت من القنصلية وأنا وقتها في 2016 عندي لوردو ديميسيون اللي قدمته نفس كل الوثائق قدمتها للجنة النظام لجنة النظام الداخلي بالضبط. قدمت لهم كل الوثائق وكل المستندات يعني قدمت الوثائق هذه للجنة النظام الداخلي كلهم ولجنة النظام الداخلي قررت هذايا عرفته عن طريق معناها بعض زملائي في المجلس شنو قررت عدم رفع الحصانة على النائب سيد عبد العالي. يعني أنت توا لم يتم رفع الحصانة عليك سي سامي بن عبد العالي اللجنة لم يتم رفع الحصانة على النائب سامي بن عبد العالي خلافا لما يتم معناها تداوله في بعض معناها من بعض النفوس المريضة اللي أنا تم رفع الحصانة عليا ومنعت من السفر وهاني هربت لإيطاليا وبعدها هل سيتك ممنوع من السفر ولا لا سي سامي بن عبد العالي؟ لا أختي أنا الأسبوع اللي فات كنت في تونس روحت نهار الاثنين اللي فات أنت توا تكلم فينا من إيطاليا. أنا أتكلم فيكم توا من إيطاليا روحت نهار لحد اللي فات كما اليوم أنا أسبوع بالضبط روحت من تونس. دخلت نهار الاثنين ورحت يعني قاعدة تسافر تمشي وتجي ما فماش منع سفر. تتمتع بالحصانة البرلمانية متاعك لجنة النظام الداخلي لم ترفع الحصانة البرلمانية عليك. لماذا تم منعك من مستحقاتك سيد النائب؟ أنت تتمتع بالحصانة تمشي وتجي تخدم على روحك. في شهر ماي 2023 نقصوا لي من شهرية 900 واش دينار
قلت انا والله ما نعرفش ربما خطا ربما كذا، فانت حبيت نفهم ما حتى حد ما يعطيك شنو هو. لا والله احنا وما عندناش دخل وذاك ما عندوش دخل ما تسالش. في شهر جوان وجويليا تم معناها لم يتم معناها مدي مستحقاتي. قلت ما فيش اشكال، لكن الاسبوع هذا فوجئت راهو زميل هو اللي اتصل بي وقال لي راهو سامي راهو لاحظنا كذا وكذا. حبينا نطلبوا معنا بعض التوضيحات على ما تمش اعلامك، ما طلبتش مقابله رئيس مجلس النواب؟ لا ما سيد رئيس مجلس النواب في عطله. هذا اللي اكدته معناها اداره المجلس. عندك لاكسي تدخل مجلس النواب؟ ما مشيتش انا بعد انا رجعت من رجعت في اوت لاسباب صحيه ومديتهم بالشهاده الطبيه لكل شيء. الواحد رجعت بعد ممكن نحاولك الفلوس على غياباتك؟ ماكش قاعد تحضر؟ لا اختي مانيش غايب، لا مانيش غايب، انا كنت حاضر ديما، غبت في الفتره اللي بعد الاعلان على الموضوع هذا وبعد ما عرفت الموضوع هذا والحمله التشويه اللي صارت لي في هو في العطله البرلمانيه تتمتعوا بمستحقاتكم سيد النائب هكا ولا؟ اكيد انا كنت نائب في البرلمان فوالا وتتمتعوا. احنا ما ديما كل شيء قاعد يتبدل توا، ما عادش فاهمين احنا نقولوا مشيش فما حاجه جديده ما نستمعين بها. هذه سابقه عمرها واللي صارت الحقيقه ما وصلتنيش من الاداره حتى مراسله رسميه او كتابيه. كلهم يقول لك فما تعليمات من الفوق باش نحيو اسمك وباش كذا، ومنعي من الحصول على شهاده عمل، ومنعي من الحصول على البادج، وكل هذا الكل معناها هذا افادت به الاداره عن فهمتني بعض العاملين في الاداره لزملاء النواب اللي مشاو وقت انا كنت متواجد في ايطاليا. لكن اختي اللي ناكد عليه ونعاود معناها نذكر ديما، اذا فما انا ما عنديش حتى اختي نتاع رادار ولا نتاع مخالف طرقات ما عندك حتى شيء الفضاء الاوروبي الكل ولا في تونس. اليوم تلقى روحك وتشوف انت معناها تشوف بعض الصفحات وبعض الناس اللي يخافوش ربي الكلام اللي يقولوا فيه واللي يعاودوا فيه والناس معناها كانوا بربي. نرجعوا في نقطه صغيره سي سامي بن عبد العال فيما يخص التعويض. انت قلت تحصلت على التعويض نتاعك اللي طلبت، خذيت معناها الفلوس نتاع التعويض. اليوم انت مطالب باش ترجع الفلوس هذه سي سامي بن عبد العال؟ لا اختي، صار ثم استئناف، صار استئناف في معناها لونكادرومون، معناها في لونكادرومون في عوض هذايا لونكادرومون معناها بالقانون الايطالي في عوض وصار استئناف ومشيت انا استئنفت كذلك لانهم القانون الايطالي وقت القضاء يرجعك لخدمتك وانت تبعث تعطي ديسبونيبيتي دو روتور معناها باش ترجع لمكان عملك والاداره ما تجاوبش تسمى انت تخدم. عندي مستحقات منحة نهاية العمل والعديد من المنح الأخرى معناها هذوم الكل هزيناهم للقضاء وقلنا لهم راهو فما خطأ معناها في الحساب اللي تعمل والقضية مازالت متواصلة وإن شاء الله الجلسة يوم 1 فيفري 2024 مازالت الجلسة. واضح. واليوم كان نسألك أنا سي سامي بن عبد العال، كان نسألك اسمك مش موجود في قائمة النواب اللي موجودة على موقع مجلس النواب، مستحقاتك ما خذيتهمش في الفترة هذية، مشيت لمجلس النواب معناها تم؟ لا مشيت، مشاو زملائي. لا أنا حبيت نسألك أنت معناها هل تم منعك من دخول المجلس ولا لا؟ أنا أختي ما مشيتش للأمانة، ما مشيتش لمجلس النواب. زملائك ما لقاوش حتى إجابة؟ كيف مشاو ما لقاوش حتى إجابة، لقاو بعض الإجابات لكن إجابات يقولوا هذا عايش خويا راني أنا ما نحبش واحدة وكذا وبيناتنا وكذا وكذا، كيما تعرف أنا الإدارة وتعرف الإدارة، لكن أنا من السيد العميد من السيد من رئيس مجلس النواب عمري ولا كنت نتصور نهار باش يتم أخذ قرار بالطريقة هذه في من غير ما نتحصل أنا حق على مراسلة رسمية يقولوا فيها اللي تم حذفي وأن تم تشطيب اسمي. أنا هذا يعاون عينه أنا تم معينته أنا حتى من عدل منفس أنا اللي اسمي ما هوش موجود وشطب اسمي في مكتب المجلس. أختي شوف ثم تصرفات صارت قبل وكذا ونعرف وكي نحضر أنا في مكتب المجلس أختي يتم حذف صورتي وما يحبوش يظهروني أنا ما حاضر في مكتب المجلس. علاش سي سامي بن عبد العال مستهدف؟ وكان مستهدف من شكون؟
ناس أو أختي ما نعرفش من شكون، الله أعلم. أنا نقول لك، لكن تعتبر روحك مستهدف اليوم. وقت اللي كنت نحضر في مكتب المجلس، صورتي كانت دائما تتنحى وكذا، وتخرج بعض المرات دقيقة بعد ما تجي تعليمات ويتبدل، فهمتي، ونظهر كان وقتها في الصورة الجماعية، فهمتي، معناها من كوتي ما يتشافش. هذه الحقيقة. تجي تعليمات من رئيس المجلس ولا كيفاش؟ ورغم ذلك حضرت وصلت حتى لوين نجمت حضوري في مكتب المجلس بعد لأسباب صحية، وهذا كله معناها بالوثائق والمستندات، فانت ما حضرتش، بعثت لهم شهاده طبيه بل اخذت فيها ديشارج في المجلس، وبعد وقت اللي رجعت بعد معناها بدايه العطل. قلت لي صورتك ما تخرجش وهذا قاعد يصير عليكم، بعد تجي تعليمات من شكون؟ من رئيس المجلس سي سامي بن عبد العال؟ اكيد من رئيس المجلس، لانه هو الشخص الوحيد اللي نجم يعطي تعليمات للاداره في الوحده. انا هذا اللي نعرفه، هذا هو المؤكد. واضح سي سامي بن عبد العال تقول بانه اليوم تم ايداع مراسله لدى رئيس مجلس النواب، وتستناو انتم في الاجابه على اللي صاير هذا الكل. شكرا لك على كل هذه التفاصيل سيد النائب سامي بن عبد العال. هو توا معش مازال معنا السيد النائب ولا لا؟ تفضل. سيد النائب معك احمد الغربي. هو انا اللي حبيت نثبت منه، انت برشا معلومات قلت تستقي فيها من عند زملائك هكا ولا الاخيره؟ المعلومات هذه الاخيره على معرفه ما حدث هو شطري من كذا. هو حسب النظام الداخلي، ما عندنا الدستور، نحن وعندنا النظام الداخلي. النظام الداخلي مكتب المجلس هو اللي يحط الشهاري والمنح الممنوحة للنواب، فهمتني؟ فأنت حسب ما فهمت أنا في الأخر قلت رأي شهريتي الأخرانية تصبت ناقصة 900 دينار هكا ولا لا؟ هذا في شهر ماي. من ماي ما عاودش خذيت فلوس. أنت في شهر ماي، لكن في شهر جوان وشهر جويلية لم أتحصل على. أما جوان وجويلية العطلة البرلمانية ما زالت، معناها أنت ما حضرتش وقتها في الأوقات. لا موجود. ما استفسرتش وقت انت موجود وقتها سيد النائب؟ مكتب المجلس موجود على موقع مكتب المجلس، لانه شهريه يصبوها في اخر الشهر، وانا اتصلت بالاداره قلت لهم راه عندي اشكاليه نتاع الشهريه ما وصلتنيش. لا سي سامي فما اشكال باش نصلحوه باش كذا، وتوصلك شهريتك عاديه. في جويليا، في شهر جويليا انا وقتها موجود في ايطاليا، وقت اللي رجعت من ايطاليا وعرفت الموضوع هذا، خاطر شوف منين تعرف انت اللي فما اشكال حقيقي، تنجم تصير اداريا شهريا ما تجيش في اخر شهر، ربما فما تعطيل اداري، ربما يصير اي خلل، لكن وقت اللي تلقى اسمك محذوف من قائمه اعضاء مكتب المجلس تفهم اللي فما اشكال، فما اشكال حقيقي. وبالتالي التجأنا الى اداره المجلس، السيد كاتب عام في عطلة صيفية، سيد رئيس المجلس في عطلة صيفية، معناها فما الإداريين الموجودين غادي، وكل ما فما حتى شخص معناها هذا من معلومة يتأكد ما يتحمل المسؤولية، يقول لك احنا بعض المعلومات اللي عندنا هو انه كذا وكذا. بالله سامي آخر سؤال، انتم النواب اللي لبرا كيفاش تصب شهريكم؟ تصب كيما اللي في تونس لهنا ولا عندكم إجراءات خاصة؟ لا نفس الشيء، ما عندناش حتى إجراء خاص، نفس الشيء. خاطر في النظام الداخلي يقول لك يتم مراعاة النواب في الخارج، كيفاش يتم مراعاتها الحكاية؟ هذا ما فماش حتى مراعاة ميزان ما صارتش، هذا تم معناها تقديمه كمقترح في النظام الداخلي، لكن ما فماش حتى مراعاة. احنا ظروف اللي تعيشها بلادنا، وماناش احنا باش نطالبوا باش يتم معناها معاملتنا معامله زايده على الزملاء الاخرين، احنا نواب كيما الناس الكل، فهمتني؟ كيما تتعامل النواب الساده النواب الاخرين نتعاملوا احنا، ما فماش حتى فرق بينه وبينهم. هذا واضح. شكرا سيد النائب، نضحيوا معناش حتى مشكل. شكرا سيد النائب سي سامي بن عبد العال. لهنا يقول لك انا تفاجات، معناها خليفه فوجئت، اسمي ماهوش موجود، شهريتي ماهيش موجوده، ولا مراسله ولا اي اعلام من طرف مجلس النواب. الحكايه نلخصها في كلمتين. اي ما هو علاقة القضية المرفوعة في إيطاليا واللي قاعد يحسم فيها القضاء، ومن حق الدولة أن تستأنف بأنك تشطب اسم الإنسان من عضوية مجلس النواب؟ هذا إنسان كان يخدم في قنصلية، عايش في الأراضي الإيطالية، العقد قال لك اللي طبقته من غادي اللي عملته معاهم ينطبق عليه القانون الإيطالي،
تم معناها انصافه ابتدائيا استنفت الدولة التونسية ماشي مسار قضائي. بعد تجي تلقى تقول لي انت هذا في اجازه والاخر في اجازه، ايش كل اللي شطب ولا اسمه مال هو واحد مش في اجازه هذا هو هل يشطب هذا شكون هو مش في اجازه مان. علاش ما استناوش اللي نتعود يرجعوا بعد مجلس النواب ويشطبوا بعد مان. واقل حاجه زاده اعلاميا قولوا لنا شنو اللي صار معنا. علاش تنحس سيده لي جايتك معز احمد لهنا اش معناها تشطب اسم نائب من موقع مجلس النواب؟ احنا بدنا مانيش فاهمين معناها قانونين هذا على ماذا يدل، وبالقانون كيفاش ينجم المجلس يقص الشهري؟ هو شوف سميح راهو في القانون العضو ولا النائب في مجلس النواب هو منتخب لمدة 5 سنوات يعني 5 سنين إلا في حالات معينة الوفاة ولا الاستقالة وإلا سحب الوكالة، هي إجراءات موجودة في القانون. احنا بكل تحفظ ما عندناش فكرة على الملف، احنا عندنا فيرسيون واحدة تاع سيد النائب واللي مصدقينه احنا راهو، لكنه فيرسيون تاعو هو ربما ناقص باش نفهموها، اما بالكلام اللي كان يحكي فيه هو ما قانونيا ما نجموش نتفهموا الكلام هذا، لانه انت اذا نائب تقول لي انت نحيت اسمه من مجلس معناتها من قائمه مجلس النواب راك تعش عملته ولا ليه؟ معش انت نحيت اراده منتخبيه، عباره انت كان نائب نحيت ولا مش نائب؟ توقف له جرايته، نحيت له حقه اللي مكفول بالقانون وبالدستور. إذا هذه الممارسات اللي هي ممارسات لا يمكن تفهمها وما نجموش نقبلوه، خاصة وإنه نحن نتعامل مع ناس راهم مطالبين بتطبيق القانون. راك تتحدث على مجلس النواب راه هو اللي شرع، هو مصدر القانون، هذيك البلاصة هذيك هي تخرج منها القانون، والبلاصة هذيك إذا كلنا ما نحترموش القانون لازم البلاصة هذيك تحترم القانون، هذيك بلاصة القانون، السلطة التشريعية تخرج مغادي، معناتها دار نجار بالشباب ما نتصورش، لا أعتقد ذلك، وخاصة أنه رئيس المجلس النواب شعب محامي، ومحامي معناها يفهم القانون بالكدا، وعميد سابق، وعميد سابق ما شاء الله عليه تبارك الله عليه. أنا بالنسبة لي أنا نحب ماذا بين أعتبره خطأ تقني الاسم تنحى، أما اللي مقلقني شنو اللي كيف ما توقف له شهريته والاسم يتنحى معناه فما قرار اتخذ باش يوقف له شهريته. السيد قال لك نمشي الناس اللي يبعثوني من واحد لواحد، فهمتني شكون اللي خذ القرار وعليه ما علموهش بالقرار؟ وانا الحاجة الثانية اللي قلقتني الدولة عدم احترام الدولة لقرارات القضاء. المحكمة عنده قضاء لصالحه والقنصلية رفضت تنفيذ قرار قضائي. احنا قاعدين تو نتبعوا مع الظاهرة هذه عدم احترام القرارات القضائية. برا معز ولا في تونس؟ برا احنا تعرف في تونس ما تبقوش. ليه موضوع برا صار هو. احنا ما تبقى احنا ديجا في تونس ما تبقوش. تولين ما تبقوش دولين. دوك بالنسبة لي انا لهنا فما حاجة مقلقتني برشا. اللي هذه مش حاجة ظهرت تو ولا ديليت في هذه مسار كامل قاعد يتعمل. ومسار قاعد تعمل ما غير اعلام المعني بالامر شنو اللي قاعد يصير؟ قال لك فوجئت والله انا ما في باليش، كلموني اصحابي قالوا لي راهو اسمك ما فماش في القائمه نتاع النواب. والقضيه سماح قال لك ما زالت متواصله لفيفري 24 سنة. المسار القضائي ما تسكرش ولا تجي انت تقول له راك ماكش موجود في القائمه شنو هو تقني معناه نجز واحد والردين ترفسخ؟ فما حاجه اسمها قرينه البراءه سي خليفه الشيباني، فما حاجه اسمها قرينه البراءه اللي معناها تقعد حتىش اللي يصدر حكم نهائي وبات، ما تنجم تحاسب حد على حاجه ولا تعتبر انه عنده قضيه الا في صوره وجود حكم نهائي وبات قف انتهى. لا هكا قف انت واشاره من سماح يوفى الموضوع يوفى الموضوع باستا. شوي اخر نحكي على جامعه التعليم الاساسي اللي تقاطع المشاركه في اسناد ادارات المدارس الشاغره جراء اعفاء مديرها. نتفكروا اللي تم اعفاء اكثر من 350 مدير مدرسه اساسيه. اليوم الجامعه تطلب من المنظورين نتاعها باش ما يمشيوش ويعوضوا اصحابهم اللي تم اعفائهم. التفاصيل مع الكاتب العام المساعد للجامعه العامه التعليم الاساسي اقبال عزيبي.